أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسر وادا ورك صباح نمي أعلن سيدة ميديا فضلاً أدنقو عصبتهاي سبسكرايب ساركم بيلك فرودا وركي قدن بي يوا صباح نمى تلادا خضبا حساسي عينو سو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي في الصوماليا و قد لابسي سي هال مليان أو دولار إسلا مركاسين اللو قد بيه مقعي وواوين أو كميديا هاي سنتر موسى سودي يلحو إنو صندب أصول لابن أو شنطان حبنوت حصو مقعابين أيا الوير قد لابه إلا وريد اللو كلسو يهي أيا علن سيدة ميديا وحقي جي إن في الصوماليا أي سي سي مدح وينا هرشبيلي علي قد لابي حسين لعقدن هال مليان أو دولار تاسو لوغو بدشي حبنت شن حبنوت أو أي أقل كسره ولاتو في الصوماليا إسلامركاسينه شنتي هور الليريو حبنها اللي بدلو يأقل كسر أيا كلاها كو موسى سودي يلحو أبقال داود لابو دكتر عثمان محمود دفل أو كسو جيدة أو جيجين سدح محمد أمين أو كسو جيدة أبقال هرتي أفر محمد عثمان دقجون أو كسو جيدة بيش حوادلي شن فرطون عبد القادر فارح أو كسو جيدة بيش شناد إسلامركاسينه قود لابو الليري هل مليان قادو خرقاسي سولابن في الصومالية يا قرشي نيسا إن شنت حلبان اي كوركو حسنا اي كوب دلان دونتو حلبانو دا عد وفاد ياسين حاج الداهر او إساق شخصيا ربا إن اوصو غلو أخل كسره سيدا ورركي ودن بي اي شيغيان وحا مغالد جوهرتن ايو هبين هرسو غلي اي قواريد دقالك او غرب سينا يا حلبانو دا أخل كسره اي لرابو إن لدافسي يو كوراستو دا تاسو هدي او كدب ايو مدح وين علي قود لاوي اي حاليس او جرتو إن مغالد جوهر او قلالاس حوغن كدادو اسلامر كاسنه هل كاسي لغا يابا إن اي دقال كدادو سيكستبها أهاتي فرماجو أيا مليان دولار كبحين أيا إن أوسان صلابن حاج موسى سودي يلحو إيا ركالي دينا عكالي روبلي أو كولان دك دقا يسوكو ييري قد ديگا دورشادة قبلة دا وقوي ريز الوزارة حكومة دي حيقارسين تم محمد حسين روبلي أيا كولان دك دقا يسوكو ييري حبناها قد ديگا دورشو ينكا قبلة دا وقوي كواس أو قلاف حوق له أو كدحيو سيدو كالان أي كالاهو قامين أيان لابا قدون أو مدبا قار أو دورتي ورقد كسو بحد حفيز كوزير الدولة حفيز كرئيس الوزارة عبد الحكيم حسن آخر أيا لغو سو قد بيي دلب ككولان كان حفيز كرئيس الوزارة دولة فدرال كسوماليا وحا او إذن فريا إنا دا كسو قيب جشان كولان مهيم أح او إذن كو ييري رئيس الوزارة حلقارشين تم محمد حسين روبلي كانت عيا حفيز كسا عد دومر كأي تاي كو إطوان كأي ام أيا لغو يري قرال كان او كو صحيحان يهي وزير الدولة حفيز كرئيس الوزارة روبلي عبد الحكيم لانكا كالي افايينكا حكومة دا محمد ابراهيم معلمو او ورباهين تلاحاد ليا ياشيغي ان رئيس الوزارة روبلي او سوق وقبي يلا تشيادي اولا لها قدومي اقل كسري عبد الحانشي رئيس الوزارة كو حقين كما هدي قوليد كواس او مدوين كي دمبي او كدحتاقنا خلاف سلكا كو هيا قدقة دورشادة قبلة دو وقوي رئيس الوزارة محمد عزين روبلي مركي او تيحقلي يي ام دورشادة كراس دا خلق سريع قبلة دو وقوي اي بلاواتو وحا او قو آنكو غاري ان لغو دا قلة دورشادة وحونا رئيس الوزاروه كولان دك دك اهي اسوغو ييري حبناها قدقة دورشو ينكا قبلة دو وقوي سيكستواها اهاتي خلاف كا قبلة دو وقوي ايا ام انكا اد لوغة دره ميا مقالة دا مقدشو حبين هورا ايا اهد مركي او قدومي عبد الحانش كود واقي حدي دورشو حوغة اي قبطان مهدي قوليد ايا غنى اي دورشا كلا دين عكا قبان دونان دين عكا لمدح وينها قل مدوك او كهد لاي حول قل لذا كالصعودة قبل كمدوك مدح وينها دولت قبليد كقل مدوك احمد عبد الكاري خورقور ايا اقو هنبل ييي قولها اي عيدة مدو هو انت اي كسو هو يين حول قل لذا كالصعودة ديگانا كتيرسان قبل كمدوك قرال كسو بحي حفيز كمدح وينها قل مدوك ايا وحالاقو شيغي إن عيدة مدى الدولة دا إيا كوة قل مدوك أي واجب تهي إن أي سي ودان هول قل لذا إلا إنتا ديغا ندى قبل كمدوك لغا سارة يا أرقار كا حسادة هالشباب سيكا سباها آتي أحمد عبد الكاري وقورقور أيا بغادي إيدا مدى قلب كسيدا يا هالكاسي كدقا لمايا وحانا لأركي يسور لغا سوقاتي إن أو كود نحجري تليا سادق جون إسلامر كاسينا قيب أو كيهي دقا لكا لوغا سوهر جيدو هالشباب وهو قامين يي فضلاً دب أدوار كيني هوري إيه علن سيدا ميديا ميد كميد آي كوراستا هردن كا اوغو آدق لغو غلا يو ايا وحا او يهي ميد كا يسكو هايان مهات سلا دي علي يرا علي كورسيغاني ايا وحا او يهلا دوستم ريب يدو لبادا مشترح اي كاليهين معارد اي محافظ اي كالواتان حسن شيق محمود اي فيلا سوماليا بيش اي كسو جيدان لا عقب بادن او ديا شهيلي دونان كورسيغاني مركا لغار دور شديس اسلا مركاسيني وحا كو هرتمي دونو حسن شيق محمود تيم كيسا اي فيلا سوماليا علي ياري علي او اد اوغو دو مدح وينه وقتي وكدعي محمد عبد الله فرماجو ايا رجا كقبا انو قول كقارو اسلام مركاسينا اي دقال سياسي دا احتالو اسيقا اي حلبان مهات سلاد
بيشا ايان لعير ايا وحي مرشح سدحاد اي كرسيغاسي او اوغلاتي انو او ترتمي كارو ولو لشيغي ان علي ياري او تاسي كدنبيي مهد سلادو كاترسان حسبيغ يو بي دي اي حسن شيخ محمود هو غامين ايو ايا لعقو تربادان دون ايا انو كسو لابتو مدحوين قرقر ايا دور مهيم اهي كو يالان ايا دور شدح لبانا دا فدرال کا ايادو لأوغين ان معارد کا اوهيلين دونو ايو ان في اللصوماليا انو كفرحين دونو سيكستبها آتي قرقر ايا وحال آميسان يهي ان او يهي غرب کا مدحوين وقتيو كدعي محمد عبدالله فرماجو سيكستبها آتي مهد سلاد واوز دياريي خرشكي سواو دياريسي او دياشي سمدد دير ايو حرير للهي لكن علي ياري او سياسة دكول عصوب اسلامر كاسين في اللصوماليا راشي إن كأودي دي من جري أما با او أبابو لجري بنام بحيادا أيا إمن كوحا او دونيا إن او دياشي أفرتي سنو أما طبان كي سنو لصور نافي ودا شقين تكالا دحي سمهات سلاد إنو إمن كي يرهدو أنيغا أيا إذا درجين أيا أنيغا أيا عيلال إذي خود أيا أنيغا أيا وح إذي خبان أيا إي دورتا لكن تاسي معقول ماهان إن كبادن طبان عيل أيو حلبان مهات سلاد او قودي بيشيسا مالها باديها هايسلا مركاسين بيالا آنتك جرتو سيكا سباها آتي نين سياسة دكو عصوب إيا نين لباتك تي سنالا صور دافي سياسة دكو جري بيشيسا وحو قبتي أيا ترتميا دينا عاكال الدولة دا صوماليا ووار عصوبكا صو سارتي حريتا كينيا وزيركا ريمه الدبادة حكومة دا صوماليا مودانا محمد عبدالرساق محمود ايا مركالي كهاد لي ارمكو ادن حريركا هاتان سو هقاقا يا اي ودحيا صوماليا يا كينيا او اهلاب ودن او دريس اهي محمد عبدالرساق ايا شاعكا قادي ان هادا اي ديب او صو لابتي ودا شقين تي لابد الدولة دو ديس لماركاسنا اي سي ودي دونان حوجين تحريركو دا وزيرك ايا سيدو كلا تلماما انو دوان لكل مي كينيا اينا كوضا حدلين سيدي لو سيد دقاجين لها حريرك الدبلوماسي ديت اي لبدا دل وحا ان سوء لني حريرك الدبلوماسي ديت مرؤون ما آنين لحين علاقات مدلح بالاهي وحا سو لابتي وضا شقين تا وحا آن لكل مي ديجيغا كينيا او آن كوضا حدلين سيدي لو سيد دقاجين لها ايو يري وزيرك ارمه دي بدا لنا عكلا وحا او سو هذا القاضي ارمه امانك اي صوماليا اساقو حسي اني كاقو انتاي ان سر لو قاضي awood ciidanka si looga adkaado argagixisada al-shabaab waa in aan sara u qaadna awood ciidanka Soomaaliyeed ayuu yiri si kastaba Soomaali iyo Kenya mar xiriirkoodii uu go'ay kadib khilaaf soo kala dhex galay ayaa dib u soo noolaaday waxaana si rasmi ah loo furay labada safaaradood arrimahani ayaa ku soo aaday xilli haatan Soomaaliya ay galeyso doorasho guud oo isugu jirta tan baarlamaanka labada aqal iyo midda madaxweynaha oo xamaasad gooni leh dhinaca kale xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka oo gaaray magaalada Baydhabo gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya Cabdullaahi Abyan Nuur iyo wafdi oo hoggaaminaya ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee Baydhabo gaaray ayaa ka kooban lix xubnood waxayna goobjoog ka noqonayaan doorashada xubnaha aqalka sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo maanta ka dhacaysa magaalada Baydhabo gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya Cabdullaahi Abyan Nuur iyo xubno la socday ayaa dhowaan magaalada Kismaayo ugu qayb galay doorashada afar ka mid ah kuraasta aqalka sare ee ka imaaneysa deegaanada Jubbaland si kastaba ha ahaatee waa maamulkii labaad oo maanta dooranaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana la filayaa inay ku xigsan doonaan Puntland ama maamulka Galmudug dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka